نفسي ازور الرسول عليه الصلاه والسلام. عندي ست عيال و35 حفيد. تعالى يجي لهم الوقت، كل عيلة يا ست جنيه هات جنيه هات جنيه، الوقت خمسة يجي لك وخمسة يروحوا لك. أكبر حفيد اتجوزه وخلفه. يعني أنت دلوقتي جد جدة؟ جد جدة. واخدة على الشغل، أقول لعيلي هات جنيه هات، مش واخدة. مش واخدة، أقول لعيلة هات جنيه ولا عيلة. واخدة عندي برشام السكر الضغط بجيبه. والله داخلة في السبعين برضه يعني. أنا متربية هنا مولودة هنا. بصحى الساعة 4 بنروح نتسوق الخضار ونيجي هنا الساعة 7 وضب فرشي ونوضب حن. أمشي من هنا بعد العشاء. البامية ب 12 والأسبع 10، الفلفل ب 8، دي كيلو ونص ب 10، بتنجان محشي، فاصوليا لسه بقى طالعه جديد لسه ب 20. نفسي ازور الرسول عليه الصلاه والسلام.